هذا التبرع لهذا الوقف الذي الله يجزاك خير في داخل حدود الحرم وفي أحب البقاع إلى الله وفي أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لكفى بها من خير وبركة. والله أننا محظوظين بوجوده معنا اليوم. الله يجزاكم عني خير. طيب عطنا يا فراس. لا شك أن الوقت يعني يمضي سريعا في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قال الشيخ وليد لو تكلمنا حلقات ما قدرنا انه ننهي المواضيع اللي نقدر نطرحها في بيت النبوه. لكن اختم الحلقه، ما يبدو لي ما في وقت يا شيخ وليد، بموقفين من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. الموقف الاول هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مشاعر زوجاته حتى ولو لم تتكلم الواحده منهن. أذكر موقف واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع عائشة وقال لها أني أعرف إذا كنت غضبة أو إذا كنت راضية. قالت كيف يا رسول الله؟ قال لها إذا قلت لا ورب محمد أعرف أنك راضية، لكن إذا قلت لا ورب إبراهيم عرفت أنك غاضبة مني. فهذا من يعني من قرب النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، لذلك صار يعرف هل هم يعرف مشاعرهم حتى وهم ما تكلموا. الفراج من الزوجة شباب؟ ايه الظاهر انه دايم يسمع رب ابراهيم. تسمعها دايم ولا رب محمد؟ لا ورب احمد ومحمد. الله يوفقك. ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى اذا اخطات احد زوجاته عليه كان هو اللي يعتذر منها. في احد القصص ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم له الباب سمع صوت عائشة مرتفع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب منها واقترب منها. ماذا تفعلين يا ابنة أم رومان؟ يقول لها أبو بكر رضي الله عنه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينه وذهب واعتذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر، ما لبث أن رجع أبو بكر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة ويضحك معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاية القصة، أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه شاركتكم في أحزانكم أو في المشكلة اللي صارت، الآن شاركوني في الضحك. فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه. فهذا من كرم ونبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي يعني أتوقع ما يصل لها إلا شخص فعلا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أن تعتذر من شخص أخطأ عليك، أحيانا الرجال تأخذها العزة ويقول أنا ما أعتذر أصلا من زوجتي حتى لو كنت أنا المخطئ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أخطأ أحد زوجاته عليه يذهب ويعتذر منها، وهذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي أدعو نفسي أنا وأدعو الجميع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له يعني قدوة وأسوة، لأنه في اقتدائنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حياة، وفي البعد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ضلال وضياع وموت حتى لو كنت على قيد الحياة. لما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت أمامة ورقت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله، من الذي